السلام عليكم، عرفتوني؟ معلوم عرفتوني، سميتي بينا في هاد لا فيديو. سميتي بيتاغور، سميتي قديمة بزاف وبرهنت لكم في يامات العز، في يامات الإغريق، في يامات لي ديو غريك ولا ميثولوجي، في يامات سقراط وأرسطوط. بينت لكم لوحد العلاقة اللي كنستعملوها جوسكا أوجوردي. أنا الصراحة فرحان براسي. شنو هاد العلاقة بهادا؟ عقلي عليها؟ علاقة تاعي دونك كناخد مثلث كنسمي قياس تاعو أ بي و سي، بيان سور المثلث قائم الزاوية. دونك كنقول لكم ديك الساعات أن سي مربع كتساوي أ مربع زائد بي مربع. ولكن اليوم نرجعو لون 2000 مع كيزاكوب.com، غنبين لكم في هاد لا فيديو كيفاش بيتاغور بين المبرهنة اللي كنسبو ليها سميتو. إذن دونك هنأناليزيو هاد الكتابة هادي، أ مربع زائد بي مربع كتساوي سي مربع. إلا أولناها بحال الإغريقيين كانو كيأولوها، دونك الإغريقيين كانو كيأولو أشاك فوا كتبين ليهم أو كاغي كيأولوها بحال سيرفاس، بحال مساحة مربع، سيرفاس دو كاغي. دونك هادا مربع لي الضلع تاعو هو أ، هادا مربع الضلع تاعو هو بي، وهادا مربع الضلع تاعو هو سي. دونك لو بروبليم ديال بيتاغور تكون عندي مثلث قائم الزاويه، المهم تكرفس عليه شويه قائم الزاويه سمحوا لي، الضلع تاعو ا و بي ياكم، و سي كنستنتجوها سي فونكسيون دو ا و بي، المهم هي راسين كاري ديال ا كاري زائد بي كاري، ماشي خصنا نبين ياكم. دونك بيتاغور شنو تعتبر؟ بيسكو قلنا لكم اشاك فوا تيكون ان كاري كنعتبرو فاش تيكون اس اثنان كنعتبرو مربع جيومتريكمون. دونك بيتاغور باش يجمع ما بين ا و بي اعتبر ان كاري، الى يو لا بريونت ايدي اعتبر ان كاري، ونكتب لكم هنايا كاري دو لونغور ا بلس بي، يعني مربع الضلع تاعو هو ا زائد بي ياكم. دونك هاد لو كاري حنا اون فالو كونستخويغ، دونك غنسخن واحد شويه ونخليكم تسمعوا الموسيقى وتاملوا ليا بيتاغور كيفاش دار لهاد المربع ديالو. إذن كيف ما كتستنتجوا، دونك بيتاغور رسم ليا واحد المربع اللي الضلع تاعو هو ا زائد بي، كاري لو كوتي تاعو هو ا زائد بي. دونك سمحوا لي المربع الي با تري بريسي باسكو القياسات ما باينينش. نورمالمون فاش كترسموا هذا المربع عندنا مثلث ا بي سي قائم الزاويه، دونك فاش كيكون عندنا ا و بي كنلقاو اوتوماتيكمون ليبوتينوز هنا الوتر سي، دونك هاد القياس هذا هو سي، وهو القياس هذا وهو القياس هذا وهو القياس هذا، دونك سي سي في سي. بقى لينا خصنا نبينو ان هاد الزاوية هادي اصلا بالاخر هاد الزاوية هادي هي 90 درجة. كيفاش؟ دونك سي سامبل، هنا عندي 90 درجة، إلا سميت الزاوية هي ألفا، هاد الزاوية هادي هي 90 ناقص ألفا، لأن مجموع زاوية مثلث هي 180 درجة، متفقين؟ نفس الحاجة هنايا، دونك هادي هي ألفا، هادي هي ألفا، دونك شنو هي الزاوية اللي ما بين ألفا، الزاوية اللي غنلونها بالكحل بالبني عفوا، الزاوية شناهي؟ بيان سور الزاوية كاملة كتساوي 180 درجة، إذا 90 ناقص ألفا، زائد ديك الزاوية اللي غنبينو كتساوي 90 درجة، نسميو بيتا، كتساوي 180 درجة. كنسنجو ان بيتا هي 90 درجة، دونك بيتا هي اللي كنلقاوها هنايا، هي اللي كنلقاوها هنايا وهي اللي كنلقاوها هنايا، دونك 90 درجة 90 درجة 90 درجة. اش كنسنجو؟ ان هاد لا سيرفاس لي وسط المربع لي الضلع تاعو ا زائد بي، هاد لا سيرفاس لي غنديروها غي نشرطوها بشوية بحال هكدا، هاد لا سيرفاس سي لا سيرفاس دان كاري، دونك هاديك مساحة مربع. وشنو نستنتجو بيان سور؟ نستنتجو ان المربع ا زائد بي لا سيرفاس ديالو كتساوي لا سيرفاس، دونك ديك لا سيرفاس الداخل نسميها
اس 0 كنسميو راسو فاس اس 0 زائد 4 فوا لي سيرفاس ديال لي تريانغل. دونك هاد لي تريانغل هادو، هادو تريانغل الاولاني، تريانغل الثاني، تريانغل الثالث، وتريانغل الرابع. دونك كنعرفو ان اس 0 هي سي مربع. شنو هي اس 2 تي؟ قاعده في ارتفاع مقسوم على جوج. القاعده هي بي، الارتفاع هي ا مقسوم على جوج، فوا ا فوا بي سور دو. وشنو هي اس ا بلس بي؟ دونك هي متطابقه الهامه ديالي. دونك ا زائد بي مربع. دونك ا زائد بي مربع كيف ما شفنا في لا فيديو بريسيدون ديال كيزاكو، شفناها هي متطابقه الهامه. دونك ا او كاري زائد بي او كاري زائد جوج ا بي باش كتساوي ليا مربع عفوا زائد 4 فوا ا فوا بي سور دو. دونك هادو هما المساحه ديال المستطيلات، مساحه ديال المربع الداخلي والمساحه ديال المربع الكبير اللي الضلع تاعو ا زائد بي. اذا اش كنسنتجو؟ ا او كاري زائد بي او كاري كتساوي سي او كاري. مبرهنات فيثاغورس. كنتمنى ان هذا الفيديو نال اعجابكم، ونشوفكم حلقه قادمه ان شاء الله.